بمشاركة مجموعة من سفراء مملكة البحرين في مختلف دول العالم، أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن استعداده لإطلاق النسخة الرابعة من برنامج سفراء الوطن خلال الفترة من 29 أبريل ولغاية 17 من مايو 2020، والذي يأتي هذا العام بالتعاون مع أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية، تعزيزا لمبدأ الشراكة المؤسسية في تنفيذ برامجه وفعالياته، حيث سيتم تقديم 6 محاضرات توعوية للطلبة الدارسين في الخارج عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بحسب المعايير الوقائية الدولية نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.